استهلاك بقى اللحوم عندي في البيت. طبعا احنا بنقدرش نقول لناس ما تاكلش يعني ايه لحم خالص، لان اللحم ده حاجه بروتين حيواني ذو قيمه غذائيه عاليه، نسبه البروتين ما بتقلش من 16 ل 20%، زائد اللحوم فيها احماض امينيه اساسيه مش موجوده في اي مصدر بروتين تاني، فما نقدرش نستغنى عن ايه هذه اللحوم. الاحماض الامينيه دي والبروتين المهم ده مهم جدا في النمو، تجديد الانسجه، مناعه الجسم من الامراض. طبعا على اهميه اللحوم دي طبعا ما اقدرش بنقول للناس ما تستهلكش كميات كبيره بقى من اللحوم، الكميات المعقوله، خاصه ان في ناس في الاعياد بقى فرصه ان هو هياكل كميات بقى لا، يعني يفضل انه ياكل من اللحوم مره او مرتين في اليوم بالكثير، من 100 ل 150 جرام، عشان خاصه الناس اللي عندهم امراض مزمنه زي القلب والسكر والضغط، النقرس، الكبد الدهني، الناس اللي هم عندهم سمنه، فطبعا دول ما يزودوش من كميات اللحوم خاصه الاجزاء اللي فيها دهون. اقول له كمان يا ريت لو تاكل اللحوم اللي هي المسلوقه افضل من ياكل لحوم محمره، هتبقى كميه الدهون فيها اقل. لو يبدا ياخد الحساء او الشوربه الاول قبل اللحوم، دي بتساعد على تحفيز الجهاز الهضمي بتاعه ان هو يبدا يفرز انزيمات هاضمه، يبقى الهضم بتاعه افضل، ان يهضم اللحوم بهضم افضل، ان ياكل مع اللحوم خضروات اللي هي السلطه والخضروات الطازجه، دي برضو بتحسن الجهاز الهضمي، بتحسن الهضم وتقلل كميه اللحم اللي هيبدا ياكلها. برضو اقول له المشوي طبعا برضو افضل برضو من الطرق اللي هي اللحوم اللي هي المقليه او المسبكه، لان برضو المشوي بيقلل الدهون. بس الشوي برضو فيه بعض يعني النصائح المهمه جدا نقولها للناس، ان هو لو حب يشوي عنده في البيت ان هو يكون المسافة بين اللحم بتاعه، طبعا يختار القطع اللي هي المناسبة للشوي زي اللي فيها نسبة دهون قليلة خالص زي الضلوع اللي هي الريش، يعني اللي هي مكسو فيها قطع لحم ده، اللي هي الأجزاء اللي هي الدهن فيها قليل، لأن الدهن لو كتير جدا في اللحوم المشوية الدهون دي بتتساقط على الفحم، وخاصة لو أنت برضو لما تستعمل فحم برضو يبقى استعمل الفحم بتاعي في الأول يكون درجة الحرارة بتاعته هادية شوية، لو الحرارة بتاعته عالية وسقط عليها دهون ممكن بترش بالميه بحيث ايه اقلل الحراره، لان سقوط الدهون على الفحم اللي هو بيكون متوهج ده بتخلي الدهون تخرج سموم خطيره جدا اسمها هيدروكربونز اللي هي هيدروكربونات حلقيه او امينات حلقيه، ودي يعني اعوذ بالله بقى مسرطنه، لو اللحم امتص هذه الامينات او الهيدروكربونات تبقى مسرطنه. فعشان ما توصلش اللحوم بتاعتي اكون في مسافه مناسبه بين اللحم بتاعي و والفحم عشان ما توصلش ليها دهون، وما يكونش حراره الفحم يكون بدات تكون ايه هاديه.